ايش معنى صار الهجوم على حضرتك؟ شنو كانت عندك تغريدات مباشره على الاطراف اللي هي تشتغل ضد المتظاهرين، ضد الحكومه، ضد الاحزاب، ضد ميليشيات؟ شنو اللي بدر منك بالفتره الاخيره اللي خلاهم يضربون بيت حضرتك بقاذفه ويضربون بالبي كي سي ويهاجمون هذا الهجوم بهذا التوقيت بالذات؟ استاذ نعم استاذ، مثل ما تعرفون انه الاحزاب السياسيه الفاسده بشكل عام لها ايدي طويله في محافظه ميسان، وهذا واقع ما نقدر ننكره. واكبر دليل على هذا الشيء هو الاغتيالات اللي صارت في محافظه ميسان واللي نوهت عليها قبل شويه. نعم. مسلسل الاغتيالات عندنا مستمر، مسلسل اي مجموعه، اي مجموعه لها تاثير او بقاء او لها هدف سامي من اجل التغيير، فهاي المجموعه لازم نسقطها، هاي المجموعه لازم نطيحها، هاي المجموعه نضرب اللي يمثلونها. يعني بعد ان صرت ممثل اتحاد طلبه ميسان استمرت سلسله التهديدات بشتى الصفحات الوهميه، الاتصالات من ارقام مجهوله، ولكن هذا الشيء ما وقفنا عن الحلم. ثورة تشرين كانت حلم بالنسبة لنا، كانت حلم بالتغيير، كانت حلم انه نغير، نريد نشوف واقع يليق بينا. فهذا الشيء انا متاكد انه هو هذا السبب الرئيسي بعمليه التهديد الاولى قبل شهرين من بالاطلاقات الناريه على سيارتي الشخصيه، او بعمليه الاستهداف الحالي.